مساء الهنا على أحلى جمهور في الدنيا، جمهور شاشة الصحة والجمال. مبدئيا كده أنا مبسوطة قوي إن أنا دي أول حلقة ليا معاكم النهاردة في برنامجكم، برنامج فكرة. والشعار بتاعنا هيكون دايما فكرة النهاردة مستقبل بكرة. معاكم الإعلامية مروة نجلة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة طبعا السنة الجديدة، ويا رب ربنا يحفظنا كلنا جميعا، ويعني ما يكونش ولا حد يشوف فينا في اي حد حاجة وحشة. النهاردة عايزة اكلمكم في موضوع بقى مهم جدا، حاجة كده بيقولوا عليها او ناس كده بيسموها صناع المال. طبعا احنا عارفين ان مصر في عام 2020 يعني كانت الاقتصاد بتاعها كان رائع مقارنة طبعا في السلسلة المتتابعة من حيث التعمير. طبعا عملت مشروعات قومية كبيرة ونهضة، وواصلت مصر التحدي والبناء، المشروع القومي لبناء 1,000,000 وحدة سكنية، وامتدت مسيرة البناء طبعا. وكان طبعا كل الفضل ده لكل شركات المقاولات والتعمير. معانا النهارده شخص امتدت يعني مسيرته وبدأ الموضوع ده من 30 سنة. هنرحب النهارده في الاستوديو بالمهندس احمد عبد الرؤوف، صاحب شركة آفاق المستقبل. ازيك يا باشمهندس، منورنا في الاستوديو. طبعا انا عايزة اول سؤال كده ابتدي معاك، عايزاك كده تقولي ان طبعا في ظل التعمير اللي احنا دلوقتي بقينا فيه، وان مصر بقت الاقتصاد بتاعها بقى يعني مرتفع جدا الايام دي، عايزاك كده تكلمنا عن دور المقاولات في التعمير من وجهة نظرك. هو طبعا نهض يعني التعمير اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي هو يعني لو كان حد من 4 سنين بره مصر وجاء دلوقتي هيلاقي مصر كلها اختلفت خالص. طبعا كان في الاول كان كل الناس متكدسه في القاهره، والقاهره ما كانتش تقدر تستوعب اكتر من كده خلاص، يعني هو ما تقدرش، فكان لازم طبعا يبقى فيه ان احنا نعمل مدن جديده، ونبدا الناس تخرج بره القاهره، لان هي المدينه خلاص ما تقدرش تستوعب اكتر من كده. تمام. فطبعا جت فكره ايه، ان احنا طبعا كنا كل الشعب يعني متكدسين في نسبه قليله جدا من مساحه مصر، وبقيه المساحه فاضيه. فاتعملت طبعا ايه اللي هي المدن الجديده، زي مثلا هنيجي نبدا مثلا من زمان، زي مثلا العاصمه الاداريه، زي مدينتي، زي اللي هو نخرج بره القاهره، وتبدا التكدس السكان اللي جوه القاهره يبدا طبعًا. ايه يتوزع بره. طبعا التعمير اللي احنا شايفينه دلوقتي من طرق وكباري ومدن جديده، كل الناس شايفاها وكل الناس لامسه هذا الموضوع. القائم بهذه التعمير كله شركات المقاولات. طبعا هي شركات المقاولات هي المسؤوله، وهي اللي بتقوم بهذه الاعمال، سواء بقى كانت طرق او كباري او انشاءات جديده او مدن سكنيه او كل الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي والتطوير اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب باشمهندس، انا عايزه او محتاجه اسال حضرتك كده، ايه اهم المشاكل بقى اللي بتواجهك في شركتك، او عموما يعني انت شايف ان هي الشركات بشكل عام؟ هو قطاع المقاولات زي اي قطاع موجود بيبقى فيه مشاكل او فيه صعاب او فيه اي حاجه، زي اي قطاع لو احنا مسكنا القطاع الصناعي اكيد هيكون في مشاكل، القطاع التجاري، اي قطاع بيكون فيه مشاكل او فيه حاجات. في بعض المشاكل بتبقى محتاجه تشريع، مجرد تشريع، وفي بعض المشاكل بتبقى محتاجه فلوس عشان نصلحها او نعدلها. هنقول مثلا بالنسبه لشركات المقاولات زي اي قطاع، مثلا قطاع اعمال او قطاع بيزنس، يعني بيبقى في تعاملات شيكات كتير، لان المقاولات بتحتاج ضخ فلوس كتير او تعاملات ماليه كبيره. تمام. فمثلا مش هينفع مثلا واحد يشيل شنطه مثلا فلوس مثلا فيها كذا ويروح يديها العميل، او مثلا او يسرب مستخلص شنطه فلوس او كده. لازم يكون في يعني التعامل بالشيكات. الشيكات دلوقتي تعاملها كتير، سواء كانت في المقاولات او في اي اعمال، في تجاره او اي اعمال تانية. اكيد. طيب لو احنا اتكلمنا مثلا ان الشيكات في حاله ان الشيك بدون رصيد مثلا، فصاحب الشيك اللي هو خد شيك بدون رصيد، لو ما عرفش ياخد فلوسه من صاحب الشيك، هياخد الاجراء القانوني، هيجيب رفضه من البنك هيديله الرفض عادي، يعمل بيه محضر، والمحضر يروح للنيابه، والنيابه تحوله للقضاء، والقاضي في اول جلسه هيحكم، لو طبعا لو حضر اللي هو صاحب الشيك،
والشخص التاني ما حضرش، هيحكم في اول جلسه بثلاث سنين سجن او بالعقوبه اللي هي بينص عليها القانون. طبعا. في هذه الحاله الحكم طالع غيابي. طيب بعد كده ايه الاجراء تاني؟ صاحب اللي هو الشيك دوت اللي هو اللي مطلع الشيك، كل اللي هو بيعمله ان هو بيروح يغير عنوانه، يروح يسكن في حته تانيه، ياجر مكان تاني ويسكن فيه، ما تعرفيش توصلوا له. طيب الحل ايه؟ لازم يبقى فيه وفي نفس الوقت بيعيش حياته طبيعيه خالص، يعني يروح يجدد بطاقته ويعمل رخصه عربيته ويعمل ويجدد رخصته ويتعامل مع البنوك عادي جدا ويسافر ويجي، لان هو حكم غيابي فمفيش اي قيود عليه. فلازم مثلا يكون في بحيث ان يقيد عليه شويه، يعني مثلا واحد ما يجددش بطاقته الا اذا ما كانش عليه احكام، مثلا لو عليه حكم يخطره ان انت مثلا عليك حكم غيابي او حاجه فيروح يسوق اموره، وبالتالي لو ما جددش بطاقته مش هيقدر يتعامل مع البنوك، يعني يبقى لازم في قيود عليه عشان خاطر يحل. لكن هو يختفي كده وبعدين بعد فتره زمنيه الحكم يسقط بالتقادم، يعني دي حقوق ناس، ما ينفعش يبقى حقوق ناس تسقط بالتقادم. يعني مثلا تسقط بالتقادم مثلا ايه؟ مخالفه عربيه ماشي، مثلا تسقط بالتقادم يعني حاجه ما فيش فيها حقوق ناس. لكن حقوق الناس واحد خد فلوس من واحد، واحد ده الواحد شيك بدون رصيد، واحد نصب على واحد، يعني دي ما يبقاش فيها تقادم. ده بيبقى ايه يعني محتاج يعني ايه؟ انا طبعا انا مهندس فانا ما بقدرش افتي او اتكلم في حاجه قانونيه، يعني كل واحد له مجاله. انا ممكن افتي طبعا في الهندسه او كده، لكن دي امور قانونيه، فطبعا الناس اللي هم قانونيين يفهموا طبعا احسن مني بكتير، وهم اكيد عندهم حلول لو الموضوع ده حطوه في دماغهم. واجهت يعني حضرتك مشاكل زي دي يا باشمهندس؟ واجهت مشاكل زي كده، يعني مثلا انا واخد احكام مثلا بحبس على الناس بدون تشيكات من 2014 ولغايه دلوقتي مش عارف اوصل لهم مثلا، او مش عارف اخد حقي بالقانون لغايه دلوقتي، وربنا يسهل دي، ربنا يدينا طول العمر يعني. مع ان الناس بتقول بقى ان انت صناع المال يعني معاك الفلوس. لا هو المقاولات دي يعني قطاع زي قطاع التجاري زي قطاع الصناعي، قطاعات من القطاعات اللي هي يعني قطاعات الفلوس او اللي هي بتعمل مشاريع او اللي هي مشاريع انتاجيه، هنقول دي مشاريع انتاجيه، يعني المصنع بينتج ويبيع ويجي له دخل، المقاولات بتنتج، تنتج عماير، تنتج مصانع، تنتج حاجات، فدي مشاريع انتاجيه بتنتج حاجات وبيجي لها دخل. فدي مشاكل ايه؟ داخليه ماليه. مشكله الشيكات دي اكيد موجوده في كل قطاع الاعمال مش المقاولات بس، يعني التجاري يعني الناس اللي بتشتغل في التجاره بتتعامل بالشيكات برضه اكيد عندهم، يعني دي بيتعاملوا بالشيكات، المصانع اي حاجه فيها تجاره او بيزنس داخل فيها الشيكات، فدي مشكله عامه لكل الاعمال اللي هي يعني قطاع الاعمال عموما. طيب دي مشكلة من ضمن المشاكل المالية. في بقى مشاكل تانية مثلا ايه؟ زي مشاكل العمالة مثلا. العمالة في عمالة كتيرة في مصر، يعني مش هنقول مثلا معظمها، العمالة بتبقى جاهلة وما هياش يعني بالمهارة المطلوبة. يعني مثلا هنقول مثلا على سبيل المثال، مثلا كان في سلطان عثماني زمان اسمه سليم الأول، ده في التاريخ، انا بغض النظر هو كويس ولا وحش، انا مش بتكلم ماليش دعوه كويس ولا وحش. سليم الاول ده لما جاء مصر عمل ايه؟ خد، وده مذكور في التاريخ، خد كل الصناعيه المهره، صناع المهره خدهم من مصر وداهم تركيا في الاساتذه وكده عشان يشتغلوا هناك. خد الصناع المهره بس وساب الباقي. فيعني هو لما جه فوق ما قالش ايه انا هاخد المهندسين المهره ولا هاخد، لا هو خد الصناع، لان في الاخر المهندس شاطر وكل واحد شاطر، بس في الاخر مين اللي بينفذ بايده؟ العامل. مهما كان المهندس صمم كويس والمهندس الموقع واقف عليه، بس في الاخر اللي بيبني واللي بيبيض محار واللي بيعمل العامل اللي في الاخر. فهو خد الصناع المهره. المهن اللي هي موجوده اللي هي مهن اللي هم الناس اللي بتشتغل في المعمار زي مثلا نجار مسلح ولا حداد مسلح ولا نقاش مصر ولا بيض محر، يعني اي اللي هي المهن اللي تتعلق بمجال المقاولات، الناس دي بتتعلم الصنعه دي مش من معهد او مدرسه، بتعلمها من الاسطى بتاعه والمعلم بتاعه اللي هو علمه. فاحنا لو جبنا مثلا في التاريخ ان اساسا صناع المهره خدهم سليم الاول وساب الصناع اللي مش مهره، فصناع اللي مش مهره دول بيعلموا اللي بعديهم واللي بعدين بيعلم اللي بعديهم. فيا ريت مثلا يتعمل تبقى معاهد او مدارس خلاص تخرج لنا
الصناع، يبقى اللي هو الفرد هيخشه وبعدين لازم يتعلم ياخد محو أمية، لازم الصنايعي او العامل لازم يعرف يقرا ويكتب، ده شيء اساسي، لازم يعرف يحسب، لازم يتعلم اصول الصنعه زي ما الكتاب بيقول واحد كذا مثلا بالبنود 1 2 3 4، ياخدها نظري ويعملها عملي ويمتحن فيها ويطلع له شهاده، ويا ريت كمان يطلع له كارنيه، يبقى هو ده جاي الكارنيه بتاعه مكتوب فيه ده نقاش، الكارنيه ده مكتوب فيه مبيض محاره، الكارنيه ده مكتوب يعني، ويشتغل بكده زي ما احنا مثلا المهندس لازم يشتغل بكارنيه النقابه، يبقى برضه الصنايع في الاخر يبقى له كارنيه يشتغل بيه، وممكن يا ريت كمان جرهنده الجد، بحيث لو واحد حد الناس واخداها فهلوة هو كله هو كله كله كده يعني، هو كل الناس واخداها فهلوة واخداها بكده، وده شيء طبعا يعني شيء ضار جدا بهذه الصناعه. فالعامل ده لازم احنا نهتم طبعا، لازم زي ما احنا بنهتم بالمهندس لازم يتخرج من الكليه مهندس كويس عشان ما يعملش كارثه، ما يعملش غلطه مثلا وعماره تقع لا قدر الله ولا يعمل حاجه زي كده، زي ما بنهتم من الدكتور يطلع دكتور كويس عشان مثلا ما يعالجش مريض غلط او كده، لازم نهتم برضو بالصنايع دوت او اللي هو عامل البناء ان هو يكون كويس ويجيد الصنعه بتاعته، لان في الاخر هو اللي بينفذ بايده. المهندسين بيفكروا بيصمموا، لكن المهندس مش هيبني بايده ولا يعني ولا هيبيض بايده. هو في الاول وفي الاخر طبعا كلنا بنكمل بعض يعني يا باشمهندس. طيب بمناسبه بقى موضوع العماله اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، انا عايزاك تقول لي ايه اجراءات الامان اللي حضرتك يعني بتتخذها في الشركه بتاعتك علشان العماله بتاعتك؟ هو احنا بنتكلم مثلا على امان العمال، احنا هنتكلم على شقين. الشق الاولاني اللي هو التامين على العامل او اللي هي التامينات الاجتماعيه. التامينات الاجتماعيه بتخصم من المستخلصات كلها نسبه منها بتروح للتامينات الاجتماعيه. النسبه دي المفروض ان هي بتبقى تامين للعمال البناء. المفروض ان العامل يروح يسجل نفسه في التامينات ان هو عامل بناء، وبالتالي يبقى هو مقيد في التامينات. يبقى لو لا قدر الله حصل له اي حاجه سواء وفاه سواء عجز سواء ايا كان، مش قادر يشتغل، طلع وصل سن المعاش، فالتامينات تصرف له اللي هو ايه مستحقاته. طب في كتير من العمال نتيجه جهلهم اللي انا كنت بقول عليهم في الاول الجهل، ما بيروحش يسجل نفسه في التامينات، وبالتالي بيفقد هذه الميزه الكبيره. يعني فعلا التامينات هي فعلا حصن امان للعامل، العامل وعلى خصوصا ان احنا بنتكلم في مهنه خطر، يعني مهنه المعمار ديت مهنه من المهن اللي هي فيها خطوره وبتحصل فيها اصابات وبتحصل فيها وفيات وكل الناس بتشوف الحاجات دي، فالعامل بيبقى محتاج فعلا يعني احوج واحد ان هو يكون يتامن عليه. طبعا من جهله كتير من العمال ما بتروحش تتامن على نفسها. طب ليه من وجهه نظرك ان هم ده من الجهل بس ولا لا ممكن جهل. يكون في سبب تاني؟ مفيش اي سبب تاني، هو هيروح يسجل نفسه التامينات والتامينات هتاخده. المفروض ان هو بيدفع اشتراك بقى هو برضه للتامينات، هو يعني هو ده لا الاساس الجهل. تمام. في حاجه تانية احنا بنعملها كانت اتعملت اللي هي اسمها وثيقه امان للمصريين عموما، فدي بنامن فيها يعني دي الوثيقه دي بتبقى من 500 جنيه ل 2500 جنيه. احنا بنأمن عليها على العمال اللي هم بيبقوا العمالة الدايمة، مع المقاولات فيها عمالة دايمة وعمالة متغيرة، معظم عمالة متغيرة دي بتدي تعويض كويس للعامل اللي قدر الله لو حصل له يعني لو مات او حاجة بتدي اسرته تعويض كويس. دي بتتعمل دي اللي هي اسمها وثيقة امانة، بتتعمل البنوك القومية بتعملها. في بقى حاجه تانية بقى دي بالنسبه للتامينات، في حاجه بقى تانية اسمها ايه الامن الصناعي او السيفتي. الامن الصناعي والسيفتي دي بقى قصه تانية، دي بنود كده كلنا عارفينها، يعني مثلا بنتكلم على الخوذه على الحزام على الكوزلوك، الامن الصناعي اجراءات الامن الصناعي على السؤال على كده. تكلفه الامن الصناعي دي بالنسبه للمقاول ما هياش يعني تكلفه لا تذكر بالنسبه لحجم المشروع، ومش دي حاجة ان المقاول ايه يعني هيأثر فيها، لكن المشكلة الأساسية اللي عندنا ان العامل نفسه رافض هذا الموضوع. العامل ما بيرضاش يلبس الخوذة. ليه؟ ده نتيجة الجهل، يقول لك بتضايقني. خلاص؟ الحزام بيأيدني مش عارف أتحرك. المشكلة ان لما بتحصل أي مشكلة بعد كده مين اللي بيدخل في المشكلة؟ أهم واحد صاحب الشركة. صاحب الشركة بيخسر فيها، بس احنا حتى احنا مش بنتكلم على مسؤولية صاحب الشركة، احنا بنتكلم على كارثة حصلت لما واحد بيموت. دي المشكلة الأساسية،
بغض النظر عن المسؤوليات القانونيه، يعني واحد مات عنده اسره، عنده اب وام ثقل عليه، عنده زوجه ترملت، عنده ولاد اتيتموا، دي المشكله الاساسيه. وده وانت مت ليه في الاخر؟ عشان خاطر اهمالك او عشان خاطر جهلك. فدي احنا لما من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها مثلا ان لما العامل يخش يتخرج من مدرسه حرفيه او معهد حرفي، من ضمن الحاجات اللي هو لازم يدرسها ويقتنع بيها الامن الصناعي. طبعا الخوذه بتضايقك، يا اخي تضايقك مش مشكله، بس تحفظ حياتك، حاجه وقعت على دماغك. الحزام الحزام بيضايقك، ما يا اخي ما يضايقك شويه، بس حافظ على نفسك بدل ما تقع من على السقاله. وكمان ان يعني بتحصل الحوادث دي قدام العمال وبيشوفوها بعينهم وبرضه ما بيرضاش يلتزم باجراءات اللي هي السيفتي. لازم يبقى مثلا المشرف يقف على دماغه، ومجرد ما يمشي كده يبقى قاعد على الحاجه، واذا كانش المشرف المهندس يزعق فيه ويعملها تاني. زي الاطفال. زي الاطفال. وده انا برضه يعني ده برضه محمله على جهل العامل. طيب. والمخاطر اللي هو جهله بالمخاطر اللي ممكن تحصل له. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع العماله، عايزه بقى اخد رايك في حاجه او اسالك في حاجه. موضوع ان تقريبا المواطن العادي بقى دلوقتي رجع تاني بقى بيشوف موضوع استثمار العقار هو احسن بكتير من اي استثمار تاني، ايه راي حضرتك؟ طبعا الاستثمار العقاري هو افضل شيء بالنسبه للمواطن العادي. يعني لو واحد مواطن عادي معاه فلوس او ايا كان بيجي له دخل، الاستثمار الامن بالنسبه له هو الاستثمار العقاري. لا يقول لك بقى الفلوس في البنك قيمتها بتزيد قيمتها بتقل، طبعا هي قيمتها بتقل يعني في الغالب في غالب الاحوال، يعني مش بنتكلم على حد خاص. فايه هو اللي يخش مشروع قد ينجح قد يفشل، ما عندوش خبره انه يعمل مشاريع. إيه لو الناس بس عندها خبره مثلا في مجال الصناعه بتستثمر ولا فلوسها في الصناعه يعني. لكن المواطن بنتكلم على المواطن العادي خالص اللي ما عندوش خبره في اي مشاريع او اي حاجه، فامن استثمار ليه هو الاستثمار طبعا العقاري. بيحط فلوسه في ايا كان بقى، سواء شقه عمار ايا كان، وبيبقى ضامن فلوسه ويستثمر بقى هذه الوحده بقى، سواء بيأجرها سواء يسكن فيها، سواء سعرها بيزيد مع الوقت يبيعها بعد كده. فافضل استثمار طبعا بالنسبه للمواطن العادي اللي هو ما عندوش اي فكره عن اي استثمار تاني هو الاستثمار العقاري. طيب موضوع اخر حاجه عايزك كده تدينا نبذه عن موضوع ان الشباب بقى بيقولوا على موضوع الشقق ده، عايزاك كده تكلمنا عنه كده في النهايه. يعني ايه الشقق؟ الشقق ان الشباب بيقولوا دلوقتي ان موضوع الشقق في الاستثمار عندكم العقاري، ان الشباب دلوقتي بقى شايفين ان الشقق غاليه، وده كله بيجيبوه على فكره يعني عليكم برضه، يعني بيقولوا ان الناس دي بتاخد مننا. طيب ما حدش عايز ياخد شقق دلوقتي، يقول لك طيب هتجوز ازاي؟ هو طبعا ان الشقق غاليه او الحاجات دي، طبعا هو ده صحيح فعلا الشقق غاليه. هو احنا بس عايزين الاول ايه نفصل ما بين او حاجتين، استثمار عقاري ومقاولات. المقاولات جزء من الاستثمار العقاري. ايه هو الاستثمار العقاري؟ الاستثمار العقاري دي قد تكون شركه كبيره او شركه متوسطه او قد يكون فرد في الاخر. شركه كبيره مثلا زي نقول شركه طلعت مصطفى بتاخد مدينه زي مدينتي مثلا، مدينه بالكامل بتبنيها وتبيعها. طب حد اقل شويه بياخد ارض بقى اصغر يعملها كومباوند ويبيعها. طب ممكن يكون هذا المستثمر يكون فرد واحد اشترى مثلا جاب ارض وبناها عماره وبيبيعها شقق. فالاستثمار العقاري ده سواء كانت شركه كبيره شركه متوسطه او قد تكون فرد، دي حاجه. المقاولات ليست استثمار عقاري، المقاولات بتنفذ هذا المشروع. لكن اللي بيبيع بقى وبيستثمر فلوسه ده اسمه استثمار عقاري. طب سعر الوحده، يعني ايه العوامل اللي هي بتخش في سعر الوحده؟ ان هي غاليه او رخيصه؟ ايوه ايا كان. نمره واحد الارض، سعر الارض. نمره اتنين تكلفه المنشأ نفسه. دي الحاجه اللي هي يعني بتكون في الاخر تكلفه الحاجه سواء غاليه او رخيصه. الارض غاليه هتبقى الوحده غاليه، الارض رخيصه هتبقى ارخص. طب التكلفه نفسها، تكلفه المنشأ نفسه بينقسم لحاجتين، المنشأ كمنشأ والتشطيب. يعني احنا لو جبنا، وعلى فكرة الناس ما بتخدش بالها من الحكاية دي، يعني مثلا تكلفة الخرسانة كخرسانة في عمارة سكنية تمثل حوالي 30% من سعر العمارة، وال 70% التانية تشطيب. يعني شوف الخرسانة 30%، 70% التشطيب اللي هو بقى الطوب مثلا، مباني، المحارة، الدهانات، الأرضيات، الأطقم الصحي،
الكهرباء، السيراميك، الالومنيوم مثلا، الخشب، ده بيمثل 70%. فبس بيجي واحد مثلا يجي يشتري، وال 70% دي بقى سعر الخرسانه بيبقى تقريبا ثابت او في تفاوت بسيط. التشطيب بقى متفاوت جدا، انا ممكن اشطب مثلا ارضيه بلاط موزايكو مثلا او سيراميك درجه ثالثه مثلا ولا حاجه، المتر كلف مثلا بحدود 50 جنيه، وممكن اشطبها بقى رخام بقى مطعم وحاجات من كده، المتر مثلا بخمس 6000 جنيه. هو كده كده المتر كده كده ارضيه، بس في ارضيه كلفتني 50 جنيه، وارضيه كلفتني 5000 جنيه واكتر من كده. فالتشطيب بعدين في حاجه، لما حد بيجي يشتري مثلا شقه او كده يقول لك ايه على المحاره او نص تشطيب، بيفكر ان هو خلص البلك الكبير، لا ده لسه التشطيب جوه مكلف جدا. يعني المتر التشطيب دلوقتي مثلا من 1000 1500 لغايه 5000 10000 الى ما فوق فوق. طيب نورتنا يا باشمهندس واستفدنا منك كتير جدا. احب اشكرك لاخر مره. طبعا عايزه اقول لكم علشان احنا اللي بنبني المستقبل، احنا بنكون مرايه الحاضر، وهقول لكم الشعار بتاعنا دايما، فكرة النهاردة مستقبل بكرة. إلى اللقاء.